اهلا فيكم حلقة جديدة على قناة اليوتيوب، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة الماضية. بس قبل ما نبلش بالحلقة لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب وهاي الشغلات اللي بحكوها اليوتيوبرز. اليوم جايبين لكم سيارة يعني تطلع عليها بتحكي سيارة موديل التسعينات وسيارة قديمة وسيارة يعني يا دوب تمشي. اليوم جايبين لكم بي ام دبليو اي 30 اللي هم بالاردن بسموها البوزنمر موديل 89. مش اي بوزنمر، هاي السيارة معروف عنها بالاردن بالقومات ومعروف القوة تبعتها. السيارة هاي 800 حصان، وهلا بفرجيكم شو السيارة وبفرجيكم شو موتورها وبفرجيكم كل التفاصيل. قبل كل اشي صراحة انا كثير متحمس، فبدي اشغلكم السيارة اسمعكم صوتها ونفرجيكم الاداء، بعدين بدي ابلش اشرح لكم شو في على السيارة. Thank you.
لا تعس فيها اول ثاني ثالث رابع بنحلق. تجربه والله يا اخوان من احلى تجارب بحياتي انك تسوق سياره 800 حصان. هي فعليا كانت 650 حصان بس قسما بالله يا اخوان 650 حصان صحيين. وبالاخير لا تنسوا تعطونا رايكم بالكومنتات ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. هاي الشغلات اللي بحكوها اليوتيوبر. السلام عليكم. اخ علقت دقيقه.